هو تبارك الله جيرك بلاد العود هنا. هادو هما الفيديوهات اللي كنبغينا بحالك، اللي كيكون فاتح شي قناة ديالو خصو يضرب على تمارة، خصك تعرق وتنشف على القناة ديالك بترجلي باش القناة ديالك لو يدي فلوسك ديهم حلال. أنا على الآن الله يحفظك الله ينصرك. جيت في هذاك التليفون الله يحفظك الله يخليكم ديما زوينين. الله يخلي لك الوالدين زيرا الله. ها شوفوا الناس ديال طنجة كيفاش كيحتارموني وراهم عزازين عندي بحال خوتي. بحال خوتي والله العظيم عزازين عندي انا. دابا انا كنت شي بلاصه دابا مغير طنجه تم طالب بحال هاد الغابه بحال مكه، شي تلقاه يشرب فلان كول، شي تلقاه مقلوب، شي تلقاه مخرج عينيه. يلا شوف هنا ما كاينش اللي يهضر معاك، الناس هنا محترمين، شي الناس هنا محترمين وسبحان الله العظيم ساكنين واحد السكنه معززين مكرمين. زيد اخاي تفضل. كل شيء على السربق، الصحراء مغربية، الله الوطن الملك، الله ينصر محمد السادس، الصحراء مغربية. حنا الصحراء إن شاء الله نشدوها بالنبل، بالخيل والنبل، نحروا الصحراء حنايا. حنا الشعب المغربي واعرين ما نكذبش عليك. حنا الشعب المغربي كما قلت لك الصحراء نحروها بالخيل وبالنبل. فارع الله الحافظ الله، الصحراء مغربية. تحية للرجال داخل المغرب وخارج المغرب. انا اخي شوف لا غابة كي دايرة، هادي هي الغابة اللي قال ليه مال الغابة مقلقة فيها قردة محلقة محر المنشار خايفة ولف حال مولاي عبد السلام حبيب الشرفاق حبيب العوام. هنا هاد الناس هنا ديال الشمال فهادشي ديال الدياسة كان عندهم واحد خينا هنا فهادشي ديال الدياسة كان مشهور، كان عندهم واحد الفنان مشهور وكان عزيز عند الناس وهو العروسي، وهو العروسي كان واحد الفنان زين صراحة نقول لك العروسي. لكن ما بقيتش عارف هذيك البلاد اللي منين هو، واش من بني عروس يمكن من بني عروس. عزيز عليا انا كنت كنسمع الدياسك ديالو العروسي، كنت كنسمع الدياسك ديالو حنا الدياسك بكري اللي كانوا زوينين بحال كلثوم عبد الحليم فريد الاطراش بحال الورده. عاد بوهاب الدكالي فهمتيني، هادو هما الدياسك اللي كانوا مزيانين. كنت راه داك الديسك ديال كلتو مسكينه ملي كانت كتقول حبي سوكار، داك الديسك كتكون تخدمو بالليل تكون الدنيا صامته ما كاينش بنادم، كتخدم داك الديسك حبي سوكار كلتو مسكينه عندها ما تقول. كنت كتغني داك السيده وكانت محترمه الصراحه نقول لكم، كلتو كانت عزيزه عليا لا هي ولا داك المخرجين اللي كانوا معاها مساكن. اش كنقول لكم انا رجال ولا بد منها مشات مساكن، رجال هما مشاو صحيبي مشاو رجال هما مشاو عباد الله. مشاو رجال عباد الله. انت دابا قال لك راه باقيين الرجال، واحد يعرض على واحد، واحد يعرض على واحد، واحد يتصور على واحد، شي حاجه شي. امويتي امويتي على بلادك حلا عركت فيها امويتي، امي امي على بلادك حلا عركت فيها امي. حنت كيقول لك اللي ما كيتباعش راه الوالدين ما عمره يدير شي حاجه. انا من قبل السبعينات كيقول لي الوالد ديالي تبعني وراه نصايب لك الباس ديالك، ولكن ما تباعش راه الوالدين. انا الصراحه نقول لكم حنا كنقول الحقيقة، اللي ما كيتبعش راي الوالدين ما كيوصلش بالطرف ليه. أنا كنت تبعت راي والدي ياك راه وصلت بالطرف ليه، ماشي أنا، أي واحد اللي ما كيتبعش راي الوالدين ما عمرو يوصل بالطرف ليه. اللي حتى كيكبر وكيصل لواحد لاش عاد كيقول أنا على ندامتي ما تبعش راي الوالدية.
ولكن الحمد لله انا واخا ما درت والو كبرت الحمد لله مني باقي بصحتي نحمد سيدي ربي وبعينيا. شوفوا شحال ديال الطرقان كنضرب. زيد زيد اخاي الحافظ الله زيد زيد سار على الله اللي تبع التيرسي اللي تبع التيرسي بقى خلاق سار. كاين شي وحدين كيلعبوا شي ديال التيرسي كيقمروا والعود غادي كيجري كيبدا والعود راه في التلفازه غادي كيجري والسيد نعم مسكين نجيبو خاوي وداو ليه رزقو الكورسانه اذا غادي تجري هو بالك يقول ليه يلا خويا يلا خويا يلا زيد يلا خويا هو مع من كيهضر كيهضر مسكين مع التلفازه مع من كيهضر كيهضر مع التلفازه. التيرسي خايب تعرف ليا القمر خايب عندك لا التيرسي ولا الكارطه كاع القمر خايب. اه تيرسي واخا كاع يعطيك المثل تربح كاع 20 مليون تشي ديزورت كاع 20 مليون ولا لورد كاع 20 مليون ولا 30 مليون ترد عليهم. علاش ترد عليهم؟ الا كنتي كتلعب خمسات الخيل غتولي تلعب عشرات الخيل وتبقى دير داك الشو. اه يديو عاوتاني يمشي لك فلوس داكشي اللي عطاوك يديو لك علاش يديو لك داكشي حتى غاطمع وتقول عاوتاني راني غادي نشد داكشي اللي عطاوك يديو لك. اه انا اخي الله ينصرنا على قوم الكافرين. الناس بكري راه باش حرت البلاد راه بالخيل بالخيل وبالنبل اي بالخيل وبالنبل باش حروا البلاد. انا معاكم ولكن راه شوف شوفوا الخير تبارك الله شوف شوف شوفوا على بلادنا ديال المغرب كيفاش دايره. شوفوا احسن بلاد في العالم عباد الله عندنا في المغرب ولكن النظام ما كاينش النظام ما كاينش واللي يخدم ما كاينش. كاينين شي وحدين نفسهم باردة ولكن أنا حاقد عليهم أنا حاقد عليهم ولكن أنا هو الحاقد بتارج ليه. آه علاش كيبقى في الحال؟ شوفوا شحال الدراوش كاينين هنا في هذا المغرب شوفوا شحال الدراوش ساكن ساكن الفيافي عيف الفيافي. الله اللي كيعطيهم الأرزاق والله اللي كيعطيهم النعمة والله اللي كيعطيهم باش يعطيهم الماء. ايوا هاد الناس مساكن اللي كتشوفهم دابا هنا كاع مشتين. ايوا كون لا ما كانت لا شتا ولا ما كاين لا هادي ولا هادي ولا هادي ولا الحصار والقطار اش غياكلوا هاد الناس اش غياكلوا هاد الناس. ولكن كاين الله كاين الله هو اللي كيعطي الخير وكيعطي الارزاق. سبحان الله سبحان الله العظيم. علاش اودي انا كنقول لكم راه عزيز عليا بحال ما كندور في هادشي ديال الغابات ونصور لكم بحال هادشي مزيان. حيت شي وحدين كيقول لك على بدل لينا المواضيع وبدل لينا. وانت اش بغيتيني اخي ندير لك وانت بغيتيني بحال هذيك اللي فاتحه هي قناه وباركه هي قالت لك اسيدي راه في الصالون كتفرش في الدار كتفرش في الصالون ولا ما عرفت كتجمع في الفراش في الصالون وباركه كتعوج. انا الصالون انا الصالون عشيرين جيك من الاخر والراس مبخر. انا دري ود البلاد وكبرت في الخير ما كبرتش في الجوع. انا كنت كبرت في الجوع كنت دارت الفلوس كاع ما تلقاني غادي مع الطريق على رجلي وسط الغابه وسط الغابه بحال ما كان بحال شي مسطيب تاع رجلي. ولكن انا اكبرت في الخير اللي جاي ياكل بحال عدي بحال عد بنادم هانية هانية. ولكن كاين واحد السؤال الطريق دابا انا اللي غادي معاها لانه علاش انا من تشهرت كيقولوا لي اطلب اش باغي ولا اش من خدمه بغيتي ولا اش كتحلم في الحياه ديالك. كنقول لهم انا راه فين ما وصلني الله فين ما وصلني الله. وراه دابا فعلا
لانه علاش الطريق انا دابا اللي غادي معاها قبل ما نزاد من كرشمي مكتاب لي غندوز مع الارض السعيده والتسليم لهاد رجال البلاد. انا قبل ما نزاد من كرشمي مكتاب لي نصور هاد البلايص ومكتاب لي نشد التليفون في يدي بحال ما كنصور به هاد البلايص مكتاب لهم يتصوروا. كاينين شي وحدين اللي ما شافوش هاد البلايص هما غادي ينتظروهم شي بلايص شي حاجه منتزه. كتعرفوا كيفاش الاستوار ديال المغرب عندنا راه الناس مساكن شي ساكن في الشلوح في الاطلس في الريف كل الناس من ساكنين الناس بحال ما كاولا كان الناس اش غنقول لكم الناس بحال هاد الناس كيكونوا بحال ما كيكونوا مكرفسين مساكن مخير فيهم هنا كيكون المسكين كيكون عايش بالخبز هو تاعي بصراحه نقولها لك. ولكن كانوا الجمعيات وكانوا المحسنين كما نقول لكم انا الله يقتلنا مع الرجال ماشي مع قشور الدنجال بترجليت هاد الديار تلقاهم كلهم بنيين على 13 ولا على 14 وكرا كيتعاونوا معاهم بالماكله وبالكسوه لولادهم وكرا عاملين لهم شي مدرسه هنا كرا عاملين لهم شي مدرسه هنا اكبر مدرسه تكون هنايا اكبر مدرسه ويعملوا لهم المركوب ديالهم باش الطوموبيل تمشي لهذوك الجبال باش تجيب الدراري صغار مساكن تجيبهم المدرسه يقراو ويتعاونوا معاهم. راه الناس بزاف هنا كاين نص عباد الله هنا ولادهم ما كيقريوهمش لان ما كاين لا مدرسه لا والو مدرسه بعيده عليهم. هنا فين خرجوا عندنا عباد الله بزاف ما قارينش بحال هاد البلايص اللي وريتكم دابا بحال هاد البلايص كما قلت لك اللي وريتكم دابا ايوا سبحان الله العظيم هاد الطريق كنقولو كنعاودك تبان لي بحال الطريق ديال الكتابة هنا كاين واحد الشاطو هنا مع الديرة شاد البلاصة هنا شوف كيعملو هنا هاهي هاد البلاصة هنا معرفتش مصابغين هنا معرفتش كاين هنا الداخل واش كاين شي بير هنا في هذاك البيت وما عرفتش كاين تما الله اعلم. ايوا شوف التصوير كيدير التصوير كيدير يا اخي ابو الخير ديال الله سبحانه ابو الخير ديال الله ابو الخير ديال الله سبحانه. يلا بارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره.